أهلا بكم. أرقام خيالية وصلت إليها تكلفة ما سمي بالربيع العربي، أكثر من 833 مليار دولار كلفة الخسائر الناجمة عنه بحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي الذي استند في معلوماته إلى تقارير صادرة عن مؤسسات ومنظمات دولية. بشريا أزاقت الحروب الناجمة عما يسمى بالربيع العربي والعمليات الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية أرواح 1,340,000 قتيل وجريح، وتسببت بتشريد أكثر من 14 مليون لاجئ. أما تكلفة هذه الكارثة الإنسانية فتجاوزت 40 مليار دولار. اقتصاديا وبحسب التقرير فقد بلغت الخسارة التراكمية للناتج المحلي 289 مليار دولار، كما بلغت خسائر أسواق الأسهم والاستثمارات أكثر من 35 مليار دولار، حيث خسرت الأسواق المالية 18 مليارا و3 ملايين دولار أمريكي، وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 16 مليارا و7 ملايين دولار أمريكي. 4 مليارات و61 مليون دولار كان حجم الأضرار في البنية التحتية باستثناء ما لحق من تدمير ممنهج وسرقة ونهب للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن. نكسة تعرض لها قطاع السياحة أيضا، فعدم الاستقرار الأمني والعمليات الإرهابية تسببت بتراجع تدفق السياح بحدود 100 مليون سائح، كما كان متوقعا بين عامي 2010 و2014.